مرحبا بكم معي في قناتي قناة لطيفة. اليوم ان شاء الله غادي نوجد طاجين باللحم والجلبانة والقوق والبطاطا. ودابا غنبداو على بركة الله. عندي هنا في الطبصيل جوج ديال الفصوص ديال الثوم محكوكين، وعندي ملعقة صغيرة ديال الملح، وغنضيف الربيع مقطع، وناخد واحد الزلافة فيها شوية الماء ونضيف فيها العطرية ملعقة صغيرة. غنضيف ملعقة صغيرة ديال سكينجبير أو الزنجبيل، ونضيف ملعقة صغيرة ونصف ديال الكركم أي الخرقوم، ونضيف ملعقة صغيرة ديال القرفة، ونضيف ملعقة صغيرة إبزار، ونخلط هاد التوابل، ونجيب اللحم ونبدأ نتبل اللحم بهاد التوابل. ونبدا نتبلهم مزيان، هاد اللحم نتبلو مزيان بهاد الربيع والثومه والتوابل. وإلا كان عندكم الوقت تخليوه نصف ساعه باش يشرب لينا هاد العطريه هاد التوابل باش تبلناه. ما كانش عندكم الوقت صافي كتنصبوه نيت في البلاصه. دابا شعلت النار على الطاجين وغنبدا على بركة الله. عندي هنا جوج بصلات نوضعهم في الطاجين، ونضيف زيت نباتية، ونضيف اللحم، ونضيف مطيشه محكوكه فهي كتخطر لينا كتعقد لينا ديك المريقه، ونسد عليه شويه خليه يتشحر شويه. ودابا نزيدو شويه الماء، شوية الماء سخون، باش نبدا نستف الخضيرة اللي عندي. نستف البطاطا، ونستف القوق، ونزيد الجلبانة،
فهو هذا الطاجين كيجي لذيذ بالجلبانه والقوق والبطاطا، فهو كيجي لذيذ وزوين، غير جربوه وغيعجبكم. نزيد شوية الربيع، نضيف شوية الماء، نتسللت به داك الطبسة اللي كانت فيه العطرية، ونزيد شوية الملح من الفوق، صافي، ونغلق عليه ونقص عليه النار، نخليه يطيب على مهلو، طيب شوية عليه، بقاو معايا. ودابا نطلعو على الطاجين، الطاجين ديالنا كيجي زوين كيشهي تبارك الله، كيفما كتشوفو معايا كنبقاو نهزو ديك البليلة وتنبقاو نخويوها فوق البطاطا وفوق القوق والجلبانة باش يتلونوا ويتنسموا لينا ويتلذوا. صراحة الرائحة ديالو يا سلام زوينة كتشهي، وكنبقى نزيد هاد البليلة من الفوق، صافي، ونعاود نغلق عليه ونخليه يطيب على راحته، بقاو معايا. الطاجين ديالنا بعد ما طاب كيف ما كتشوفوا معايا فهو كيجي زوين وريحته كتشهي كيجي لذيذ، والمريقه ديالو عاقده كيف ما كتشوفوا معايا، فهو كيجي زوين، جربوه، كنتمنى يا ربي يعجبكم وتجربوه ويجيكم لذيذ. ودابا كنقول لكم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء باذن الله.